عرقتي في بغداد عقب جولة مكوكية شملت بيروت، دمشق، الرياض والدوحة، وربما من بعد بغداد إلى عمان. هل تفلح إيران بهذه التحركات بالوصول إلى حلول دبلوماسية؟ هذه الجهود التي بدأت إيران من خلال رحلة مكوكية هي شملت بالأساس السعودية، وكذلك لقاءات مع عدد من زعماء دول الخليج، إضافة إلى العراق، سلطنة عمان، ثم سيذهب ما بعد ذلك باتجاه مصر. في وقت إيران ترى أن الإصرار الإسرائيلي لتوسعة رقعة الحرب يجب أن لا تنحصر مدياته ضمن العلاقة أو الحرب البينية بينه وبين إسرائيل، بل لابد أن يكون هنالك تحذير لدول المنطقة، لكل من يسمح باستخدام أجوائه قواعده العسكرية لكي تذهب بموضوعة تقديم الدعم الإسرائيلي. وهذا ما جعل دول الخليج السعودية، قطر، وكذلك الإمارات والكويت أن تعلن صراحة بأنها لن تسمح أن يكون سماؤها ساحة لتواجد الطيران أو الصواريخ من أي البلدان، بمعنى أن المنطقة كلها تستشعر طبيعة هذا الخطر الذي ربما يكاد يكون التلميحات الإيرانية التي شملت بأن يكون هنالك تأثير أي إجراءات عسكرية على المنطقة فيما يخص موضوعة النفط. وهذا ما برز بتصريح السيد عراقچي اليوم حين قال سيكون هنالك تداعيات لما حرب المنطقة على موضوع الطاقة، بمعنى التهديد بما يمر ب 30% من إمدادات الطاقة من قبل مضيق هرمز بالدرجة الأولى ومضيق باب المندب. ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تتحرك باتجاه التهدئة في هذا الموضوع، خاصة إذا ما علمنا أن طبيعة الظروف التي تمر بها الولايات المتحدة من موضوعة الإعصار، وكذلك فيما يخص موضوعة قدوم فصل الشتاء الذي بدأت ملامحه واضحة لدى الشمال الأوروبي وتساقط الثلوج قبل يومين، إضافة إلى كل ما تقدم، نعم الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك مخزونا استراتيجيا بمقدار 52 أسبوعا من الناحية العملية، ولكن فيما يخص موضوع مشتقات الطاقة 23 أسبوعا. ولذلك الإدارة الأمريكية هي تذهب باتجاه محاولة أن لا يكون هنالك استهداف إسرائيلي فيما يخص موضوعة البنية التحتية للطاقة الإيرانية، لأن هذا سينذر بحرب لها بداية ولها نهاية. فكيف بإسرائيل تلوح بضربة المنشآت النووية الإيرانية التي بالأساس تكاد تكون سواء كان بوشهر وبقية المفاعل في خرمشهر وعدد آخر كلها في مناطق قريبة على الخليج العربي؟ المخاوف، كل المخاوف أن يكون إشعاع هذه المنشآت النووية يلوح دول الخليج والعراق في هذه المرحلة.